نهار جديد ووجبة جديدة إن شاء الله. اليوم باش نعملوا حاجة خفيفة. عنا البروكلو، يعني صمت البروكلو في شوية ملح وكمون باش تنحمنوا الريحة، وباش نحطوا في الفور، يعني باش نخلطوا. نوريكم الخليط اللي باش نخلط فيه العظم ونزيدوا شوية حاجات، نفوحوا ونحطوه في الفرن يطيب ما شاء الله، يجي طايب ومستوي وبنين. اول حاجه الطبق اللي باش نطيب فيه ندهنه بشويه زيت، كعبتين عظم باش نفوحوهم، ملح وفلفل اكحل، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، باش نعمل لهم كركم باش يجوا صفرين شويه بنين، شويه كركم وشويه كمون، نحط لهم الكمون يجيو يفوح برشا. نمشي نحط له الشيف كريمة باتيسيري، هذه كريمة الشيف، خلطه شوية. يعني اللي يحب يزيد ماء، اللي يحب يزيد حليب، اللي يحب يزيد كريم فريش، كل واحد اللي عنده ينجم يستعمله. إذا بينا الرفاحات الكل تتحرك في الخليط. بسم الله على بركة الله. نحطه بالكعيبة بالكعيبة. كملنا، نحطو توا نحطو شوية جبن فوق، وتوا باش نحضر الصوص للبروكلو. كما قلتلكم باش نعملو صوص بالطماطم فريش، خديت راس بصل، خمسة ثنيات ثوم، راس معناها فلفل نحيت منه طريف مش برشا، نص قرن فلفل، وهذه ورق قرنت، هذا دند نتاع الدجاج، صدر الدجاج، وهذم ثلاث كعبات طماطم باش ناخذوهم نرحوهم. الورقه مانيش باش نرحيها، ناخذو هذوما باش نرحو هذا من بعد، نحط فيها الورق الترنت، كملنا الدجاج، هذا زيت يعني هكا حوالي فنجان زيت، هذه رشة الملح. فلفل اكحل، نحط لها شوي تبلو كروية، الصوص ديما ما نعملهاش كركم باش لونها يقعد احمر. خاطر كي تحط الكركم لون الطماطم يتبدل. هذا شويه زنجبيل، نكملوا نرحوا الطماطم نشوفوا كرحينا كل شيء، البصل الفلفل الطماطم الثوم كل شيء رحيناه وحطيناه. نزيدوا لهش الماء، يعني تبي تشلوا هذيك طرف الطماطم نهبطوا بزيتها وكلها، نحطوها على نار هاديه ونخلوها تطيب في عقلها. هذا طاجين البروكلو طاب، كما شفتوه تحمر في الفرن،
نزلت كان الصوص يعني هاي تغلي كي يحضروا زوجتهم نقدموه مع بعضهم، يعني البروكلي نحطوه وحده والصوص وحدها، واحد يختار يحب ياكل مخلط ولا يخليه. وهذا عشان كما شفتوا هذوما كعبات البركات طابوا، وزدنا معاهم سلطة بتراف وسلطة خس مع شوية خيار وطماطم، خس وخيار وطماطم، وهذه مرقة المصلي بطاطا جات ريحتها بنينة ما نحكي لكم شحال فيها اللي فيها، وطابت ما شاء الله. الشربة بالطبيعة عندي من البارح شربة ما طيبتش اليوم، اما هذا تحضيراتنا اليوم، المصلي كيبات بركات وسلايت، يا ربي لك الحمد والحمد لله، وان شاء الله يا ربي يعجبوكم تجربوهم وصحة وبشفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.